اقسم بالله العلي العظيم ما من احد وصل ورقه هذا المكان ويستحق وما توافقش عليه. انما انت مش عارف الطريق، انت بتروح لحته ثانيه، انت مش عارف الورق، انت ما تستحقش وانت مش عارف. ما هو في ناس فاهمه انه مثلا الفقر وحده هو اللي ياخد البتاع، لا، المعدم هو اللي ياخد 400 جنيه. لكن لو انت عندك معاش 500 جنيه مش هديك 400 جنيه، بدي واحد تاني ما عندوش جنيه. لانه اللي بياخد هو اللي بيثبت قطعيا، ها؟ ارمله مثلا عندها طفلين والزوج ميت ومالوش معاش، الدنيا اعمل لها ايه؟ هتقول لي ده فلان بيديها وعلم، مالناش علاقه، في دوله لازم تديها. فالدوله بتديها 400 جنيه. راجل غلبان ما عندوش ولاد وعايش هو ومراته ما عندوش معاش، لازم الدوله تديها.